كوكو البنات، معكم غزلان من كناشوك. مرحبا بكم في توتوريال جديد. عرفت راسي تعطلت عليكم وتوحشتكم بزاف بزاف، مي الله غالب. بون ما لقيت لكم جهد تو سامبلومون، دونك غنبارطاجي معكم اليوم التفاصيل ديال هذا الميكاب، ونتمنى نتمنى انه يعجبكم. وبيان سور اي تعليق او لا اي حاجه بغيتوها يكفي انكم تخليوها لي في لي كومونتير، سينو رانا كنحط لكم لي كوردوني ديالي، دونك يكفي انكم تكونتاكتيوني ديريكتومون. دونك كما قلت لكم مراحل بسيطه وطرق سهله، يكفي انكم تتبعوها دو ا زد، وهذا الشيء اللي غتشوفوه معايا في هذا لا فيديو. دونك بيان سور الناس اللي اول مره غيشوفونا او لا غيتبعونا، مرحبا والف مرحبا. دونك معكم مبتدئه صغيره ورا في الماكياج، دونك كنبارطاجي معكم في لي فيديو ديالي او لا فلاشين ديالي طرق او لا ارتيكل او لا بزاف الحويجات اللي تقدروا تستافدوا بها، سورتو كما كنقول لكم المبتدئات في الماكياج. دونك ما غنطولش عليكم، بيان سور غتابوناو معايا. دونك غتلقاو لو بوتون ديال سابوني بالاحمر، بركوا عليه باش تابوناو معنا، وبيان سور باش تتبعوني وتكونوا ديما الاولين اللي كتشوفوا لي فيديو ديالي، باش تجيكم واحد الميساج ملي كنحط لا فيديو. دونك غتلقى واحد الجرس صغير هكا، بركوا عليه حتى هو. وبيان سور غندوزو ديريكتومون المراحل ديال هذا اللوك دو ا زد. دونك بقاو معايا. دونك اول مرحله غنبداو بها قبل ما نتاكيو بيان سور الماكياج ديالنا، هو اننا نشوفوا ان لا بو ديالنا خصها تكون نقيه 100%. دونك اول حاجه كندير في الروتين ديالي اليومي هو اني كنستعمل القماش ديالي ديال سانت ايفيس، وكنستعمل معاه لابروس سيليكون ديال فوري. دونك كاين جوج تشكال ديال لي بروس، سواء لابروس مانيويل اللي كنت ديجا وريتكم في لي فيديو القدام، اولا كاينه هاد لابروس اللي هي كتشارجا او ميم طون كتقدري تستعمليها بور لو قماش ديالك من هاد الوجه هذا والوجه الاخر بوغ فيغ ان تي ماساج. دونك هاد لي زيتاب ضروريين قبل ما تبداي جوستومون الماكياج ديالك، هو انك تاكدي بان لابو ديالك مهيئه 100% باش تبداي الماكياج. دونك غنعاود نوريكم القماش هو هذا، دونك فيه جوج تشكال، سواء ديال المشماش اولا ديال الزرع على حسب لابو ديالكم واش مزيته اولا ناشفه. وكما قلت لكم لكم الاختيار، سواء تختاروا هذه ديال فوريو، دونك تقدر تعطيكم جوج ديال الشكال سواء غوماج اي ماساج، اولا تستعملوا لا بروس العاديه ديال السيليك. دونك المرحله الثانيه، بيسكو حنا في فصل الصيف، دونك ما كاين ما احسن انكم تستعملوا كوم باز هي الاولى قبل الماكياج ديالكم اكرون على حسب جوستمون كل وحده ولا بو ديالها، كل وحده ولا اش كتبغيها. دونك انا كنستعملوا لاول مره دونك اكرون هو هذا، دونك غنستعملوا كوم باز. بيان سور غندوزو على الوجه ديالي كامل. في نفس الوقت بالنسبه للسيدات اللي كيقول لك الفون دو طان خفت نديرو وتضرب فيا الشمس ولا هذا، ما فيها باس انك تستعملي لي زيكرون ديالك قبل الفون دو طان باش تاكدي بان لو طان الي اونيفي او ميم طون لا بو ديالك محميه من اشعه الشمس. دونك كما مولفين معايا، دونك كنبارطاجي معكم الحويجات اللي كنستعمل بوغ لا بروميير فوا. دونك غنبارطاجي معكم هاد لي غازوار هادو، كنظن ديجا شفتوهم في لاباج ديالي، وبيان سور الناس اللي جدادين معنا غنحاول ندير لكم لو ليان تحت باش تشوفوا. دونك هاد لي غازوار زوينين بيسكو انك تقدري تراسي الحجبان ديالك بهم، الا عندك شي زغيبات هنا كتحيديهم، مي فريمون يسون زوينين زوينين بزاف، غير خصك تستعمليهم بشويه باش ما تقيسيش بيسكو راه هما كوم ميم مادين. دونك نحاول اني نفيريفي الحجبان ديالي واش مقادين، دونك كنحيد غير الزغيبات اللي الفوق باش كيبان الحجب نقي. بيسكو عندنا هاد البلاصه حساسه، حاولوا انكم ما تقيسوش بها لو غازوار غير من هنا من الفوق برك. في نفس الوقت غنحاول نشوف هنا، دونك الا وريتكم غتلقاو بان ديجا كاينين زغيبات كيتحيدو ومحد ليكران مازال ما تدمش 100%. دونك كنستعملو باش كيدوز ليا زعما نقولو لو غازوار فاسيلمون في الوجه. دونك من بين الحويجات اللي كنستعملوها دائما
دونك هو هاد لا ماشين هادي ديال كيمي اللي كتخليني كنتاكد بان دوفي ما عنديش جوستمون شي زغيبات، بيسكو في الماكياج الا كان الشعر في الوجه كي ما كيخرجش الريزولتا زوينه في الفوندو. دونك غنفيريفي جوستمون واش كلشي هو هذاك. اي سي بون. دونك الا لاحظتوا بيسكو صافي لونطون ما درتش الصراحه هذا التوتوريال، غتلاحظوا بان الحجبان ديالي راهم جوستمون عمرو ما بقاوش كما كانوا، بيسكو انا اصلا الحجبان ديالي كانوا خفافين بزاف، وهذا الشيء حيت كنستعمل هاد الماسكارا ديال مافالا. دونك كنستعملها للحجبان وكنستعملها للشفار باش جوستمون يطوالو والحجبان ديالي عمرو. دونك وليت انني نقدر نخرج بلا ما نطراسي الحجبان ديالي، الوغ كو شحال هادي ما كنتش كنقدر ندير هاد المساله. دونك فريمون ان برودوي زوين زوين بزاف. بالنسبه للميكاب صراحه ما موجدش شي حاجه سبيسيال باش نديرها، قد ما اني باغا نبارطاجي معكم الماكسيموم الحويجات اللي استعملت مؤخرا. دونك كما العاده عارفيني بان لي بيوتي بلندر اللي كنستعملهم هادو، دونك هادي راه مسكينه ولات قهويه بالفون دو تان. دونك وحده كنخليها ناشفه باش كندير بها لي بودغ، وحده كنفزقها هكا بما ورد باش كتنفخ وكيجيني جوستمون مي كن استومبي جوستمون الفون دو تان ديالي، كتكون النتيجه احسن من ان البيوتي بلندر تكون ناشفه. دونك غنبداو على بركه الله. كما قلنا لا باز درت ليكرون ديالي كوم باز دونك كافيه، وغنبارطاجي معكم هذا لو فون دو تان هذا، حيت كما كتعرفوا دونك ديرماكول ولا جولدن روز سي توتال كوفر. دونك هادو بالنسبه للمناسبات، وكننصح به الناس اللي كيكون عندهم مثلا مناسبه عرس اولا هذا، يا با ميو كو الجولدن روز. وكما كيعرفوا البنات اللي كيجيو عندي المحل كلهم كنجربوا لهم، وفريمون الحمد لله كلهم زعما عاجبهم وكلهم يسون ساتيسفي. دونك اليوم غنبارطاجي معكم هذا انفايب لو بزاف البنات كيعرفوه. دونك لو طان اللي كنستعمل انا هو 260، بيسكو راكم عارفين بنادم كيتبرونزا شي شويه بالصيف. دونك غنحاول ندوز هكا نقيطه تاع الوجه ديالي. كما قلنا الغرض هو ان نستعملو ان فون دو طان اللي نقولو ديال يوميا، اللي يكون خفيف وفي نفس الوقت يكون كيونيفي لو طان ديال الوجه ديالي. دونك اول حاجه غنستعمل من بعد عيني طويت. دونك من بعد ما استعملت الفون دو طان هكا غنستعمل بانسو يكون بحال هكا، وغنحاول اني ندوزو على الوجه ديالي كامل. وبطبيعه الحال كما كنشرح لكم ديما ان لو فيت انني نستعمل البانسو هذا ما كيعوضش البيوتي بلندر، باسكو البيوتي بلندر هو اللي كيعطينا كي تنقولوا ديك النتيجه الاخرى، وباش كنتاكدوا بان الفون دو طان كله تدمج في لابو ديالنا. كما كتلاحظوا هانتوما لا تيكستور ديالو ساهله، يعني بالنسبه للريزولتا ديالو راه بحال تقريبا الفيتمي لان في البيض. كما قلت لكم ضروري انكم تعاودوا البيوتي بلندر. غنحاول نتاكد بانه دايز على الوجه ديالي كامل، حيت البانسو بوحدو كيخلي شويه ديال الخطوط. دونك هادشي علاش كنعاودو بالبيوتي بلندر. دونك هادشي اللي غندير دابا تو سويت. واللي زوين في هاد البيوتي بلندر هما ان فيهم هاد القسمه هادي كتخليني اني نستومبي مزيان، انها كتوصل لي جوستمون دوك البليسات كاملين. دونك كما كتلاحظوا لا تيكستور ديالو زوينه لا بورتو لي جوغ يا با ميو فيه لي طان، على حساب عاوتاني كل وحده ولا كولور ديال لا بو ديالها. دونك فوالا، دونك البانسو عاوننا اننا ندوزوه على الوجه ديالنا كامل دونك باش ما نساو حتى بلاصه، والبيوتي بلندر هو اننا نستومبيوه كوم يلفو دونك باش ما تبقى لا بلاصه فيها بزاف لا بلاصه شويه. دونك كل بليصه نعطيوها الحق ديالها ونركزوا على هاد البليصات هادو اللي كيكونوا ديال النيف. دونك من بعد ما استومبيت الفون دو طان ديالي كامل غنستعمل الكونسيلر ديالي ديال فيتمي. دونك هما نفس الطرق تقريبا اللي كنستعملو ديما في الميكاب ديالنا، غير هو كيبقى زعما الاختلاف بوتيت في اللوا اللي كتستعملو في الفارا بوبيير اولا اللي كتستعملو بوتيت في الجلوس. دونك حتى ما باقي كيكونوا حويجات اساسيه اللي كتبعيهم براتيكمون طول الوقت.
تما غنستومبيه حتى هو بنفس البيوتي بلندر. وكما قلنا ما فيها باس ندوزو شويه فوق العين ديالنا باش نوحدو اللون ديال لي بوبيغ. بالنسبه للوز باودر كما كنشرح لكم الدور ديالها هو انها تعطينا اضاءه للوجه في نفس الوقت تثبت لنا الكونسيلر. دونك بالزربه ما تضيعوش الوقت بين فوات استومبيو لونتي سيرم ديالكم، ضروري تستعملوا اللوز باودر بسرعه. دونك اللوز باودر هي هذه، دونك تقدر تكون بانانا كوم تقدر تكون دوبل في 7 كوم تقدر تكون نقولوا ديال ديرماكول، اي لوز باودر ليسونسييل اننا نثبتوها كي تنقولوا بسرعه باش لونتي سيرم ديالنا ما يدير لنا لا خطوط لا والو. دونك غنخليها بحال هكا دون ان برومي طون. دونك كما قلت لكم البانانا باودر تقدر تكون صفراء تقدر تكون في اللون ديال لو طون ديالكم، كوم انها تقدر تكون هكا بيضاء. دونك الغرض واحد ماشي مشكل اللون كيما بغى يكون، ليسونسييل انكم كي قلنا اون فوا استومبي الفون دو طون ديالك او لونتي سيرم تزربي شويه على اللوز باودر. دونك غنبداو دابا المرحله ديال الفاغا بوبيغ. دونك الفاغا بوبيغ قبل ما نبداوها بيسكو ما تنساوش بان درنا واحد لونتي سيرم، دونك مازال هاد البلاصه ميدمه شويه، دونك غنحاول نثبتوها عندكم. اما تستعملوا بودر كومباكت كيما بغات تكون، اولا غتاخذوا شي فاغا بوبيغ ديالكم يكون فيها لون بحال هكا فاتح. دونك غنبدا هي الاولى غي بحال غندير لا بودغ فوق عينيا سي لا ميم شوز باش هاد البلاصه تنشف ما تبقاش ما يبقاش شاد فيها نقولوا حنا لونتي سيرن والفون دو طون وتبقى نقولوا ميدمه. غنحاول ندوزها على الجفن ديالي تقريبا كامل. دونك كما قلت لكم الغرض اليوم هو اني نبارطاجي معكم دي زاستوس، ماشي بالضروره ان ميك اب نقولوا خاص لشي مناسبه او لهذا، نقدر اني باغي نوريكم شي حويجات لي بوتيت جربتهم وشحال هادي ما قلت لكم الريزولتا ديالهم كي دايره، وفي نفس الوقت غنديروا ان ميك اب خفيف ديال الصيف. دونك غنبدا باول لون اختاريته من هاد لاباليت ديال ريفولوشن اللي ديما كنستعملها. الو غنبداو بهاد اللوين هكا غوز بارد وغنستعملوه كوم كولور دو ترانزيسيون. بيان سور ملي ديروا البانسو ديالكم في اللون حاولوا انكم هانتوما كتلاحظوا كي يتحيد هذاك ليكسي ديال اللون. دونك غنحاولوا ندوزوه على لا بارتي دو ترانزيسيون كامله كما كنقولوا، خلي يديكم خفيفه على البانسو باش كل ما خففتي اللون كل ما كتجيك الخدمه سهله. ونزيد شويه الا بغيت ونبقى غاده في التدرج ديال اللون بشويه بشويه. دونك كما كنقولوا الميكاب ونسحب شويه هكا الجنب باش كنبين العين اكبر. الو غنكمل في تدرج الالوان وغنختار هاد لا كولور هادي، وبيان سور غنصغر البانسو. دونك البانسو اللي خدمت به في الاول غنخليه حدايا باش هو اللي غنستومبي به ولا كندمج به الالوان. دونك غندوز لهاد اللون هذا وغنهبط بيان سور واحد شويه على اللون الاول ونبدا عاوتاني ندوز حركات دائريه باش لا كولور ما كتكتلش في بلاصه واحده. دونك بيان سور الدرجات ديال الغوز كيجيو زوينين في الصيف وماشي بالضروره تكوني لابسه الغوز بيان سور. دونك نهز في الاول لا كولور بشويه ابخي نبقى نزيد. دونك في الاول ما نزعمش في لا كولور، نهز غير شويه في البانسو ولا خاصني نعاود نزيد شويه. دونك بيان سور باش ندمج اللوان بجوج غنحاول نرجع كيما قلنا البانسو الاول ديالي وندمج بيناتهم اولا استومبيهم مزيان.
وديما نسحب هنا لبرا. دونك بنفس لاباليت باش نكمل جوستومون هذاك التدرج ديال اللوان، غنمشي لهاد اللولي شي شويه مغلوق ونحاول نحطو غير في هاد القنص هكا ندير ليه كيما العاده. دونك نبقى غير في هاد القنيت هذا، ما نجيش للعين ديالي كامله حيت مازال غندخلو واحد اللون مختلف على هادشي كامل اللي حنا كنديرو فيه دابا كما كتشوفوا لا باليت لي بيان بيغمونتي، وانا اكسبري ما كنهش اللون بزاف، كنخلي كما كنقولوا يكون ناقص ونزيد شويه وليو اني ندير اللون بزاف في اللون ونحل فيه. نفس الطريقه غنرجع الباسو ديالي الاول كاع ونستامبي واحد شويه باش كما قلنا كنخلقوا تدرج في الالوان، وبيان سور الخدمه ديالنا كتجي مرتبه ما كيبقاش يبان داك الفرق شاسع بين الالوان توتون غاردون اون ديغراداسيون زوينه. الوغ كما قلنا فوق الجيف المتحرك او البوبيغ موبيل غنستعملوا لون مختلف شي شويه على لي كولور كامل اللي استعملتكم. دونك من باليت اخرى مي حتى هي ديال ريفولوشن غنستعمل لكم هذا الزيتي هذا. دونك انا سي فري هذا اللوك شفته عجبني وقلت علاش لا نجربو مع متتبعين ديالي، الله ان شاء الله يعجبكم اللوك. دونك غنستعمل بانسو بلا بحال هكا ولي كولور كلهم اللي كيكونوا هكا اريزي دونك كنستعملوهم بحركه الطبطبه، يعني كنجي وكنحط اللون ما كندوزو ما كنستومبيه ما حتى شي حاجه، دونك غير كندير حركات الطبطبه. نحيدو هادي فوالا. دونك نقدر نستعينيا ماشي نقدر خاصني نستعين. دونك كيما كتشوفوا لي كولور واعرين ديال لي باليت كلهم الصراحه ديال ريفولوشن دون استثناء كلهم واعرين. دونك غندير الكوش الاولى كي تنقولوا ابري غنتاكد من بعد بان لي كولور كلهم مرتبين. انا سمحوا لي غنجي لهاد الجهه بيسكو مرايتي على يساري. نبقى نزيد حتى نحصل على جوستومون اللون اللي باغا بالضبط. الوغ من بعد ما ساليت هاد اللون الخزي غنرجع جوستومون حيت قبيلات قصتهم شويه بيدي، دونك غنرجع شويه لاباليت ديالي الاولى غناخد اللون الثاني وغنعاود نحدد غير كي تنقولوا غير الاطراف. النتيجه في الاخر سيغتيرمون غتعجبكم، مازال دي زيتاب اخرين. دونك بالنسبه لهاد البليصه هادي لو كرو ديال العين غنستعمل هاد اللون هذا، اولا تقدروا تستعملوا اي نقولوا اي اي شادو عندكم ولا اي هايلايت باغ اكزومبل، ليسونسييل ان كي تنقولوا غنديروا اللون اللي يبين لنا العين ديالنا كبيره. من بعد اللوان كاملين اللي استعملناهم تقريبا في لابارتي الفوقانيه ولا في لي بوبيير ديالنا هما اللي غنستعملو لتحت حيت هادو
من زعما من الاساسيات في المكياج، كيجي الصراحه زوين. ظل العيون حتى هو كيجي زوين. دونك بهذه المرحله غنحاول نحيد لوز باودر ديالي بيسكو ساليت منها. الطريقه المعتاده ديالنا كنحيدو اللوز باودر، وكما قلنا نفس اللوينات اللي خدمنا بهم غنحاولوا نديرهم في الظل ديال العيون ديالنا. الا عقلتوا درنا هذا ودرنا هذا ياك ودرنا هذا، دونك باش في الظل العيون غنبدا بالعكس. دونك غنبدا بهذا ومن بعد هذا وهذا في الاخر. دونك غناخذ باسو هكا بلا ميكون صغير غنيطويه باش نتاكد بان ما بقى فيه حتى لون، وغنجي كما قلنا اول واحد هو هذا المقلوق، والمغلوق غنحاول نخليه غي في الطرف ديالي، وغنحاول ما نوصلش لهاد لاكولور اللي درت في القنت. كما كتلاحظوا ونسحب واحد شويه نجي للون الاخر بنفس البانسو، وباش نخلق نفس الديغرادي اللي عندي في عيني اولا طول الترافاي اللي درنا الفوق نحاولو نعاودوه لتحت. وبطبيعة الحال غنيطوي واحد شويه البانسو باش ندير داك الغوز البارد اللي درناه في الترانزيسيون. وندمجهم حتى هما باش ما كيبقاش الفرق في الالوان. كما قلنا بلا ما نقرب لهاد لابارتي هادي. دونك في هاد المرحله عاوتاني غنرجعوا اللوز باودر ديالنا وغنحاولوا اننا نثبتوا جوستمون الفون دو تان ديالنا تقريبا في لابو كامله. دونك اللوز باودر ممكن تخليها حتى نقولوا حنا تحت العين ديالك حتى تشرب، كم ممكن انك تدوزيها هكا على لابو ديالك كامله. كما كتعرفوا دابا بدا كيسخن شويه الحال، دونك لا بودغ اساسيه باش ان الماكياج ديالك كيثبت مده اطول. كتخلي بيان سور كتنظف لك هاد البلايصه هادي. كم تقدري تستعملي في هاد المرحله بودغ كومباكت، شوفي انتي فاش كترتاحي. دونك اما تستعملي اللوز باودر وتضغطيها هكا، كم انك تقدري تستعملي كيف ما قلنا بودغ كومباكت راه عندها نفس النتيجه. مي كنوصلوا بيان سور كما قلنا لهاد المرحله ديال انك دوزيها على الوجه ديالك كامل. دونك غندوزو دابا الحجبان، كما كتعرفوا طريقه سهله وديجا شفتوها في لي فيديو. دونك سمحوا لي راس كل حال دونك جمعت شعري شويه. دونك غندوزو ابخي الحجبان، بقاو معايا. دونك كما العاده لو جيل ميلاني اللي كنستعمل بالبانسو ديالو. دونك اول خطوه اني نمشط الحجبان ديالي، خمسه كنعمه فيهم يتمشط، وغنبدا. الا شتي راسك هزيتي بزاف في لو برودوي تقدري انك دوزيه بحال هكا، والغرض عندنا هو ان لا فورم نرسموها هي الاولى ابخي عاد نعمرو الا بغينا. كنظن هاد المراحل راك ديجا شفتوهم في لي فيديو القدام، بما فيها باس حيت انا توحشتكم نجلس معكم شويه اطول وقت.
دونك كما كتشوفوا لو جيل صراحه كيعطي نتيجه زوينه ومرطبه، وداكشي اللي غيبقى لنا في الاخر ديال المشطه هو اللي غنزيدو نكملو به هاد البلاصه القداميه. يعني البلاصه القداميه ما تحتاجيش تزيدي من لو برودوي، لا غير كملي بداكشي اللي عندك. وغنديرو حركات بحال هكا باش نخلقو داك ليفي ديال شعيرات طبيعيين، يعني ما يبقاش باين مربع الحاجب من القدام. كما كتعرفوا البنات انا كنت في الاول كنستعمل كريون، مي بشويه بشويه ما فيها بس انكم تعلموا وتشوفوا الحاجه بشويه بشويه حتى تعلموا لها في مره. يعني واخا تغلطي في الاول او لا ما يطلعلكش حاولي المره الاولى. دونك كما كتلاحظوا النتيجه كتجي مرتبه وزوينه، واللي زوين في جال هو ان كيعطيك ديك ليفي فريمون ناتوريل، ماشي داك اللون معيق ديال الكريم. دونك غندير لا ميم شوز في الحاجه الاخرى ونرجع لكم. دونك سالينا من الحجبان غندوزو قبل ما نابليكي ولا قبل ما نديرو الشفار، دونك غندوزو ماسكارا على الحجبان ديالنا. دونك استعملت لكم ماسكارا ديال الاسانس لاكو الصراحه وليت انا كنستعملها طول الطون، دونك غنستعملها على الرموش ديالي باش ملي نحط لي فوسيل ما كيبقاش داك الفرق ما بين الشفار ديالي وما بين الشفار الاصطناعي. دونك غندوز غير شويه ماشي بالضروره ندوز بزاف، كما قلنا الغرض هو ان اللون ديال الشفار ديالي ما يبقاوش بويض بيسكو قصتهم بلا بودر قصتهم بالفون دو تان. دونك غنحاول ندوز غير دوزه خفيفه من الفوق، وكما كتعرفوا لي فوسيل اللي كنستعمل دائما هما لي فوسيل 3D. وغتلاحظي بان الماسكارا هي بوحدها راها زوينه ولكن اللوك كيبغي شويه كوميم شفر. دونك بالنسبه للي فوسيل كما كتعرفوا ديما لي فوسيل 3D هما هادو اللي كنستعمل. لاكول هي هادي، وكما قلنا كتحتاجوا انكم شي بلاصه هكا مسطحه شي مقبيط هكا الراس ديالو بوينتو باش تبداو تستعملوا لاكول. دونك لاكول سمحوا لي الا نشفات لكم من هنا تقدروا انكم تحيدوا هاد اللعيبه هادي بالباس ديالكم، ديروا قطيره في اي بلاصه مسطحه كما قلنا كما بغات تكون بحال هكا غير هاد القياس، وتخليوه واحد شويه يشد راسو. دونك الا كانوا عندكم لي فوسيل ديالكم كما ديالي انا ديجا مستعملين، دونك كتنظفوهم بديماكيون. دونك الديماكيون اللي كنستعمل هو هذا غزال غزال غزال، كنصح بكم البنات هذا. دونك عندكم هذا ديال نيفيا وديال غارني، هادو بجوجهم زوينين. دونك غنظف بهم لي فوسيل ديالي باش نستعملهم استعمالات اكثر، وفي نفس الوقت فهاد هاد الوقت اللي كنضف فيه انايا لي فوسيل كنخلي لاكول شي شويه كتجمع راسها. دونك كما تلاحظوا اللصقه ديالي استعملتها كلها في هاد الاطراف ديال الشفار، كنحاول اني نصوت عليها واحد شويه باش تنشف وماكسيموم، كل ما نشفات كل ما احسن، ماشي تنشف كومبليتوم مي تولي كي تنقولوا لزيجه باش ملي نحطها في العين ديالي ما تجلخش. دونك الناس اللي يمكن راه كيعرفوا بيتيت الهضره ديالنا، سينو الى كاينين مناطق اخرى على الراس والعين اللي بيتيت ما غيفهموش كلكو تيرم، النيميرو ديالي لي كوردوني ديالي على الراس والعين يكفي انكم تتصلوا بيا. دونك نخليها واحد دقيقه على ما تشد راسها مزيان. الوغ في هذه المرحله كما كنقولوا كل واحد وليه لو شوا، سواء انك كتبقى شاده الشفر ديالك هكا بنتف كوم انك تقدري تشديهم بيديك. شوفي انت اللي جاتك سهله هي هذيك، المهم على حسب الولف ديال كل واحد. و الا كنتي غتشديه بنتف فوميو تشديه من الوسط. دونك غنجي هكا، دونك تقدري ديريه عينك محلوله، انا كنقول لكم كل واحد وعلى حسب الولف ديالو. دونك كما كنديرها انا دابيتود، دونك غنشوف في المرايا شويه ديزولي وانا عاوتاني قصت هذه وغنلصق الوسط ونحل العين ديالي ونجر في الجنب. وبيان سور غنلصق الشفار ديالي مع لي فوسيل باش ما يبقاش داك الفرق بيناتهم بجوج.
وباش نتاكد بانهم لصقوا 100%. دونك غندير نفس الشيء للعين الاخرى ونرجع لكم. دونك من بعد ما ساليت الشفار ديالي وخليت عينيا ترتاح واحد شويه بيسكو سي نورمال ملي كتكوني كديري لاكول اولا كديري النيفور للعين ديالك بيتيت عين ديالك تحسس، دونك ما فيها باس انك كتخليها ترتاح واحد شويه ابخي عاد تكملي الماكياج. دونك كنظن في هذه المرحله تقريبا اللوك ديال العيون كلهم ساليناهم، بقى لنا البرونزور. دونك غنستعمل البرونزور من لا باليت ديالي ديال ريفولوشن، دونك فيها على فوا لي بلوش لي برونزور اي لي هايلايت. دونك غنحل شويه من هذا اللون هذا كما كنقولوا باش ندفي شويه اللوك ديالي. دونك كنخلق كونتور بودر ساهل حيت كل ما بعدنا على اي حاجه نقولوا اباز دو كريم يعني كونتور كريم يكون احسن سورتو في الصيف. دونك غندير نفس الشيء في هاد البلايصه باش كتبقى تبان شبيهه شويه صغيره. وبالنسبه اللي عندهم جبهه كبر يقدروا يزيدوا يهبطوا شويه لو برونزر. دونك غنكمل البرونزر ديالي وبهنيت غنحاول نستعمل ان كونتور للنيف ديالي. دونك غنستعمل هاد البانسو هكا بطبيعه الحال الكونتور ضروري زعما تسدوه من التحت ما تخليوش غير الخطوط هابطين هكا، لا ضروري خصو يتسد باش كيبان جوستومون النيف من قاد. ونستامبي شويه باش ما كيبقاش باين بزاف. دونك من نفس لاباليت غنختار البلوش وغنختار هذا اللون هكا. غنجيب البانسو ديالي كما كتشوفوا كيعطي لويان زوين ماشي داك الغوز الفقيع. في نفس الوقت غندير هكا شويه في النيف ديالي وبطريقه عشوائيه غدوزو شويه على الوجه ديالكم كامل تقريبا. ودابا غندوزو للهايلايت. دونك من نفس لاباليت غنختار الهايلايت ديالي. دونك غنستعمل هذا اللون هذا دونك يغيب شويه بيسكو راه فريمون بيان بيغمونتي. كما كتشوفوا اللمعه ديالو الصراحه زوينه 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 بزاف. نتمنى يكون كيبان ليكم ومن طبيعه الحال غنخلي لكم دي فوتو ديال الريزولتا فينال. دونك ما ننساوش الانف العجيب كما كتشوفوا اللمعه ديالو زوينه بزاف. وكما كنقولوا بالنسبه لي برودوي اولا لي زارتيكل تقدروا تعوضوهم باي ارتيكل عندكم، ليسونسيل ان يكون عندهم نفس الدور. انا نتاكد باني ما نسيت حتى بليصه كل بليصه نديرو لها خاطرها باش ما يبقاش فيها الحال. ايوا غيبقى لنا الكلوس. فرانشمون ما عرفش الكلوس اللي غندير كي داير، المهم غنختارو ونرجع لكم ونتمنى الاختيار ديالي يعجبكم.
كما قلنا بالنسبه للجلوس كيبقى لكم نتوما الاختيار، كم ممكن تستعملوا لون غوز انديان هكا باين اولا اون كولور نيود بحال هكا، المهم نتوما واللي بغيتو. دونك انا اختاريت اليوم لون شويه باين، دونك غنحاول نضف نقولوا لي ليفغ ديالي من الفون دو تان من داكشي كامل اللي تقاس مسكن و غنشوف ان الهايلايت نكون ما مسحتوش على باش يبقى لي هاد البليصه هكا باينه. وغنبدا لو غلوس. دونك لو غلوس مات كما كتشوفوا شحال من وحده كتجربوا مي ابري ما كيعطيهاش نفس النتيجه اللي شافت عند الصديقه ديالها اولا. هذه الطريقه اللي كنستعمل بها الغلوس دائما، واني اولا اليد ديالي خصها تكون ثابته، ثانيا اني نعطيه الوقت ديالو من كون كنصاوبو، والا خفتي انك تغلطي ديري قلم ديال كونتور. دونك كنبدا ديما انا بالجهه التحتانيه كنحاول نرسم بحال عندي قلم، واخا هو غلوس كنستعملو استعمال ديال القلم. وما فيها بس تهبطي واحد شويه مكسرت لتحت دوك نفس الشيء. اي موديفيكاسيون بغيت نديرها نقدر نديرها من بعد. ما ننساش نعمر ونتسنى عليه على ما ينشف واحد شويه. دونك احنا سالينا، واخر اخر مرحله هو ان يستعمل انفيكساتور، سورتو ان دابا الجو سخون. دونك نحاول اني نستعمل الفيكساتور باش يبقى لي الماكياج ديالي دونك اطول وقت. دونك بالنسبه للسبراي غنبعدو شويه على الوجه ديالي ابري غاش. اي فوالا دونك احنا سالينا، نتسنى غير جوستمون سبراي يكون جوستمون تخلي الوجه ديالي. دونك شويه كما كتشوفوا لو شوا ديال الجلوس كيبقى لكم نتوما. دونك انا اختاريت هذا باسكو الصيف كيبغي شويه اللوينات هكا فلاش، من نتوما كيبقى لكم الصلاحيه الكامله. دونك نخلي لكم دي فوتو فينال و بيان سور نعاود نرجع لكم دابا شويه. دونك وصلنا النهايه، دونك هذا هو لوك فينال، ونتمنى بيان سور يكون عجبكم. حاولت اني ندير لو ماكسيموم باش ندير لكم هذا الفيديو في اقرب وقت باسكو عرفت راسي تعطلت عليكم. دونك كما توحشتوني انا كنت توحشتكم اكثر. دونك كما كتشوفوا طرق سهله 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 جدا، دي زارتيكل اللي ممكن يكونوا عندك في تخص ماكياج ديالك زعما اي بنت، اولا ممكن تحتاجي شي حاجه بسيطه ما تحتاجيش حاجه بزاف. دونك هاد لو لوك تقدروا انكم تستعملوه بالنسبه للخريجات كم انكم تستعملوه بالنسبه للمناسبه اولا دونك عرس اولا اي حاجه كانت عندكم اللي بغيتوا يكون فيها بيان سور بحال هاد لو لوك. نتمنى نشوف لي كومونتير ديالكم، قولوا لي كي جاكم، وكما كنقولوا غير قبلوا عليا بيسكو كما كتعرفوا هاد لا شين يوتيوب درتها سبيسيالمون بالنسبه للمبتدئات في الماكياج. دونك كنحاول اني نبارطاجي معكم دي زاستوس اولا دي زارتيكل، وفي نفس الوقت كنتسنى الراي ديالكم باسكو هو المهم في هادشي كامل. دونك الا كنتو اول مره غتشوفوني دونك معكم غزلان مكناسيه، لاباج ديالي سمكنا الشوب دونك كاينه في لي ريزو سوسيو كاملين، غنخلي لكم بيان سور لي كوردوني لتحت، ونتسنى لي كومونتير ديالكم. ما تنساوش تابوناو معايا، غتلقاو زر احمر هو اللي كيخليكم انكم تشاركوا، يكفي انكم تضغطوا عليه. دونك تضغطوا على سابوني غنوريها لكم لتحت، وبيان سور حداها واحد الجرس صغير حتى هو غتبركوا عليه باش تكونوا ديما نتوما الاولين تشوفوا لا فيديو اللي كنحط اشاك فوا. دونك تعطلت عليكم سيغت مي بيان سور راكم عارفين لا سيزون ديال الصيف شي شويه كتكون كومبليكي، وغنحاول نلقى لكم اشاك فوا وقيت، واخا نكون بحال هكا جايه من لا دوش مي غنلقى لكم وقيت ضروري 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 جدا. دونك نتسنى التعاليق ديالكم وكنوعدكم ما غنغبرش عليكم. دونك تهلاو فراسكم، يلا بخوشين.